أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن ورعاية ما تحقق من إنجازات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، حث سموه على الاستمرار في النهج التطويري الذي تتبعه وزارة الداخلية في مسارات عملها الأمني والخدمات التي تقدمها أجهزتها المختلفة للمواطنين، حيث استطاعت أن تثبت قدرة متميزة في التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة. جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظ الله اليوم لوزارة الداخلية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. على الشرف تعظيم سلام سلام أف. ولدى وصول سموه تم عزف السلام الوطني. حرس الشرف السلام الوطني. حرس الشرف جنبان صح. ثم عقد سموه اجتماعا مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، أكد خلاله تقدير واعتزاز حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بالدور الذي يطلع به رجال الأمن في سبيل أداء الواجب الوطني في حفظ أمن الوطن. وقال سموه أن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض يقدر أيما تقدير دور رجال الشرطة في المسيرة التنموية لمملكة البحرين، وهو دور سيظل دوما ماثلا في الذاكرة الوطنية وملهما للأجيال في البذل والعطاء من أجل الوطن. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين مقبلة على مشروعات تنموية كبرى جعلت كافة القطاعات مستهدفة بالتطوير والنمو، ونجاح هذا كله أساسه البيئة الآمنة التي نشهد بأن أبناء البحرين في الأجهزة الأمنية يطلعون بدور فاعل في تكريسها، مما يعطي الثقة في قدرات المملكة على احتضان كبريات المشاريع والفعاليات الإقليمية والدولية. متمنيا سموه لوزارة الداخلية ومنتسبيها دوام التوفيق والنجاح. ومن جهته عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على زيارة سموه الكريمة لوزارة الداخلية وعلى ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن والتي ستشكل باعثا لهم نحو المزيد من البذل والعطاء، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة
وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وأكد معالي الوزير أن كافة منتسبي وزارة الداخلية من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين ملتزمون بأداء الواجب والمضي قدما في بذل المزيد من العطاء والإخلاص بما يضمن حفظ الأمن وإنفاذ القانون.